الخبر اول اللي عاد عن محمد جواني وغيث مروان وقصفهم الناري لاحمد ابو الروب. طبعا المقطع السابق يا حبايب شرحت لكم سبب الخلاف وشنو بدايه الخلاف اللي قاعد يصير يا حبايب، الكل يروح يشوف المقطع لما تعرفون شنو اللي قاعد يصير، ولكن راح الخص لكم شنو اللي قاعد يصير. احمد ابو الروب يا حبايب عنده مشكله من زمان ويا عائله نارين بيوتي. بعد احمد ابو الروب نزل هذا المقطع على قناته قبل كم يوم، وبهذا المقطع حط لقطه الواحد حاط صوره نارين بالحمام، هذا اللي خلى غيث مروان انه هو يعصب ويدافع عن نارين بيوتي ويكتب له هذا التعليق على المقطع مالته انه برو لو حطيت صوره واحد من قرايبينك كان احسن مشان ما تهين للعالم. واضح رساله غيث مروان من التعليق يا حبايب انه يا احمد ابو الروب حط هذا الشيء او هذا الموقف على عائلتك، اشوف انه هو شيء غلط. فبعد احمد ابو الروب نزل شويه ستوريات يقول بها انه حذف المقطع مالته واعتذر به من نارين بيوتي، ولكن بعد صار يتهجم على غيث مروان وصار يقول له انت لو فعليا صاحبي وتهمك مصلحتي كان اساسا ما تكتب لي هذا التعليق وكان تقول لي هذا الكلام كله بالخاص. راح تكون الستوري مالته كلش ملخص له. اخر شيء حاب احكي عنه غيث مروان، غيث انت تقدر تبعث لي لو انك انت زلمه بدك تصلح بدك اشي كويس، كنت تقدر تبعث لي على الواتساب او ترن علي تليفون تحكي لي احمد اللي عملته انت غلط، وانت عارف انه انا كان رديت عليك وانت عارف، بس انت بدك تبين حالك منظرك كويس قدام بعض ناس احساب بعض ناس، وانك انت انا شخص اعتبر صاحبك تستخدمني عشان تبين كويس قدام بعض ناس، انتوا فاهمين يعني؟ هو بس استنى شوي انه الوضع يقلب علي وما لقيته إلا مهاجم الأخ. نو والله فعليا جد جد خاب ظني صراحة. طبعا قبل ما احطيكم رد محمد جواني اللي فعليا النار، راح احطيكم رد غيث مروان اللي هو طلع ورد عليه، نزل وش هذا الستوري كاتب شنو احطيكم قصه بها عبره. في المختصر نزل شويه ستوريات، بالبدايه كان يضرب واحد من اصدقائه، بعد ما ضربه يجي واحد من اصدقائه صديقه الثاني، طبعا هو كل قاعد يسوي عباره عن تمثيل، قاعد يجي صديقه الثاني وقاعد يقول له انه انت اللي سويته غلط، فيطلع غيث مروان يسوي نفسه هو يعتذر، كلهم قاعد يصير هو تمثيل يا حبايب. بعدين يرجع بالستوري اللي بعده هم يضرب صاحبه مره ثانيه، يرجع نفس الشخص اللي انذره اول مره او نبهه اول مره يرجع ينبهه مره ثانيه انه انت اللي سويته غلط، ويطلع مرة ثانية غيث مروان بستوري هم يسوي نفسه يعتذر. طبعا كله مثل ما قلت لكم هو تمثيل، واللي هو عبرة معينة يريد يوصلها يا حبايب، واللي هو انه هو نبه احمد ابو الروب اكثر من مرة، اول مرة نبهه ثاني مرة نبهه واحمد ابو الروب كان يغلط نفس الاغلاط، وان اللي سواه هو مو غلط انه هو قاعد مجرد قاعد ينبهه، هذا الشيء عادي ما ادري ايش احمد ابو الروب اخذ الموضوع غلط. راح اعطيكم الستوريات هو شرح الموضوع بشكل اكبر وحكى على احمد ابو الروب بشكل اكثر. شرفك ما تمزح هذا المزح بقى. ده حرام واحد من شلي خيال عم تفعل انت بالقنينة عم بقول لك بيني وبينك بس. اوكي شباب انا كثير متضايق على اللي عملته قبل شوي، ما كنت عارف انه هالشيء ممكن يؤذي حدا، فكثير بعتذر، بس انا بعد ما عملت ريسيرش على الموضوع اكتشفت انه هالشيء غلط، فانا اسف كثير. والله فيديو حلو، والله فيديو، والله يجيب فيوز. لا 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 ابدا ابدا يا حبيبي، انا قلت لك مش تكب عليه ان انت المي بتكب عليه شنطه خي، بيني وبينك عم بحكي انا هلا، واحد من الشله وصاحبنا شيل الستوري بدك تنزله. شباب بدي احكي بموضوع كثير مهم صراحه، انا ما كنت عارف انه اذا ما ضربته بقنينه انه ممنوع اضربه بالشنطه، انا فكرت انه عادي ما فكرت الموضوع بيأذي، بس الحمد لله بعد ما عملت ريسيرش اكتشفت انه هالشيء غلط، فانا اسف كثير متضايق. والله حلو، والله بتجيب منا حلوه منا حلوه، صرت حكيك بيني وبينك كذا مره ما تمزح معه هالمزح، واحد من الشله. لا 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 اسمعني، واحد من الشله ما تعمل معه هيك. خلص اوكي شباب انا اسف كثير، ما كنت عارف انه هالشيء غلط، بس الحمد لله يعني عملت ريسيرج واكتشفت غلطي انه هذا الشيء بكهرب، ما كنت بعرف انه هالشيء بكهرب، بس الحمد لله عرفت هالشيء بكهرب. بس شايفين اسلوبه كيف؟ شايفين اسلوب، بدل ما يجي ياخذني على جنب يحكي لي بالموضوع قاعد بيحكي لي قدام الشباب. معلش معلش والله انا كثير متضايق من الموضوع، خاب ظني فيك، خاب ظني فيك. انت اعتذرت صح؟ انا كثير متضايق. بغدر انا، انتبه انا غدار والله. يا احمد ابو الرب يا صاحبي اللي ما في بيني وبينك مشاكل اصلا، بتطلع بالستوري انت بتحكي انه انا ابدا مش حكيك باي موضوع قبل، يا ما انا في اشياء غلط انت بتسويها بيجي بقول لك برو هذا الشيء غلط لا تعمله حتاذي حالك، تيجي تطلع بالستوري ولا مره انا حكيك باي موضوع وانه لازم احكيك انا على طرف، كيف زبطت معك؟ رغم الستوري اللي انت نزلته لسه بعتبرك صاحب ولسه في ثقه بيني وبينك، وانا الكومنت اللي كتبته جدا محترم ما اذيتك بشيء، اذا انت ضايق الكومنت معناته في شيء غلط، معناته انت في شيء عامله غلط، انت شفت الكومنتات اللي اجتك، انا حكيك اكثر من مره شخص بيني وبينك وقلت
اشياء هاي بتاذيك يا برو، لا تسويها، ترجع بتسويها. طب ليش ضايقك الكومنت؟ اذا انت ما بترضى هالشيء على حدا من عيلتك لا ترضى على غيرك، ما بصير هيك. انا حاكيك بيني وبينك اكثر من الحال، انا نصحتك وعملت اللي علي، بيني وبينك وانت ما اخذت نصيحه وهذا الشيء بيرجع لك، بس لا تقلب غلطك علي. والسلام عليكم. طبعا احمد ابو ربيع حبايب مسكت ونزل شويه ستوريات، حط بها صوره غيث مروان وكان كاتب عليها الكذب اسلوب حلو للطالع من نفسك من موقفك الزباله. بعد نزل هذا الستوري كاتب هذا الشكل واحد صادق بالله، وختم اخر شيء بهذا الستوري اللي كاتب حطوا حالكم مكاني، كثير صعب اعتذر او اكابر في موقف الحالي، خصوصا لو حال بث النارين انا عندي عداوه ويا قدام ملايين من الناس. انا هدفي من محتواي اني اتمسخر على المحتوى في الوطن العربي، مش اني اهين احد، عشان هيك انا تراجعت واعتذرت، خصوصا كونها بنت. بصراحه انا لو شخص ثاني كتب هذا التعليق من كان اتضايقت، وهو يقصد تعليق غيث مروان، بس اني معتبره صاحبي وبده مصلحتي كان المفروض يجي ويحكي لي بالخاص وكان يقول لي غلطت وانا شو تحصلها، بس يعمل هيك كرمال انه يصلح علاقته ويا بنيه، واللي هو قصد انه هو سوى هذا الشيء بس على مود انه يتقرب اكثر النارين بيوتي. نزل اللي بدك اياه، انا خلص ما حرد عليك بعد هذا الستوري والله يسامحك. فرح حاليا الرد الناري مال جواني، اثبت انه احمد ابو الربش قد هو شخص منافق. فنزل شويه ستوريات الفكره واضحه من عتها وصريحه، احمد ابو الربش شخص منافق. فبالمختصر يا حبايب، حكى جواني قصه قديمه، واللي هو انه مره من المرات نزل مقطع لعبود العمري الله يرحمه، واحد من المشاهير اللي توفوا. فبعد احمد ابو الربش طلع بالستوري صار يهاجم جواني في ذاك الوقت، وصار يقول عليه انه هو يريد يستغله وما ادري شنو استغلال، وقال انه جواني غلطان. فجواني سالت سؤال بسيط، انه بهذاك الوقت كان جواني ويا احمد ابو الربش اصدقاء، يعني ما كان اكو خلاف بيناتهم، ليش انه بهذاك الوقت كون انه هو كان صاحبه ما اجاب الخاص وقال له انت غلطت وتصلح غلط مالتك، ليش طلع بستوري وصار يهين وصار يسب لجوان وحرض كل المتابعين عليه؟ فقول له من الله كانه الله انتقم من عنده حاليا، ونحط بنفس الوقف ويا غيث مروان. فالسؤال هو ليش ما اجت على جوان وقلت له هذا الشيء بالخاص، بما انه قاعد تلوم حاليا غيث مروان ان انت سويت هذا الشيء؟ اكو راح احطكم ستوريات اللي هو محمد جوان عم تتهم القصه بشكل اسرع. اللي بيسعد لي صباحكم ومساكم، كيفكم شو اخباركم؟ انا حاليا وصلت على البيت، بس شفت ستوريات شيروا لي اياها فانزات يلا يعطيهم العافيه، وشفت موقف صاير بالسوشيال ميديا وحبيت احكي لكم شغله عن تجربتي، وبالاخص لجماعه السوشيال ميديا. يا اخوان الحياه بالسوشيال ميديا كما تدين دودان، بشكل عام الحياه تمام؟ والحياة دين ووفاء. من فترة أنا غلطت غلط وتسرعت يوم وفاة عبود العمري واعترفت فيه قدام الناس، اللي نشرت فيديو على اليوتيوب، تسرعت لأنه كان محروق دمي، كان هدفي رسالة الفيديو وقفلته بعدين. ففجأة بطلع واحد من أصحاب اللي بيناتنا خبز وملح، وبيطلع بيحكي علي وبيحرض الناس وبيخصف مني وبيعيب كلمة علي وبسبني حتى، والناس كلها متابعين بتدخل لعندي وبتسبني يومها. فهذا الموقف صار قدامكم كلكم انتبهتوا عليه. اليوم رب العالمين رد له الدين، تمام؟ طلع على الستوري عم يقول لصاحبه غيس، عم يقول له انت ليش ما بعثت لي الخاص عندك رقم التليفون وعندك مدري شو، كمل الستوري. فالمهزم الموضوع يا اخوان انه انا يوم غلطت، ما في حدا بيغلط، انت بتغلط وانا بغلط وهو غلط واعترف اليوم بغلطه، تمام؟ بس ليش عم تنافخ وتقول لغيس ليش ما بعثت لي الخاص؟ ما انت صاحبي، ليش ما انت بعثت لي الخاص يوم هاجمتني طلعت على الستوري تخلي الناس تسب اهلي وتسبني، وناس من الاردن مع تحيات لاهل الاردن بلشت تهاجمني وتكرهني بسببك من وراك من ورا تحريضك؟ ليش؟ انا غلطت واعتذرت وقفلت الفيديو، تسرعت احترق دمي شاب منا من السوشيال ميديا انفقد، طلعت وعملت فيديو، ليش قلبت الناس وخليت تقلب كله علي؟ انا مو طلعان اشمت فيك، بالتوفيق لك، بيني وبينك بالايام كان خبز وملح، وبتمنى من اي حدا بتابعني وبحبني ما يغلط بحقك، بس حبيت وصل لك هي الرساله قدام الناس كلياتها وعورجي الناس انه صاحب الحق سلطان ورب العالمين برد لك الدين لو بعد 1000 سنه، انت وكل مين بيغلط بحق حد ثاني، انت بيوم من الايام حرضت على رزقي، والله يسامحك وبالتوفيق لك. بصراحه حبابنا وصلت المقطع، اكتبوا لي شو رايكم بالخلاف الحالي قاعد يصير ويا غيث مروان ويا احمد ابو الرب، وشو رايكم بالكلام اللي قال جواني؟ صراحه كلام اللي قال جواني فعليا واضح صريح، الله انتقم من احمد ابو الرب، مثل ما هو بالسابق احمد ابو الرب طلع وصار يحرض على جواني مع انه هو كان صاحبه يقدر يقول له انه انت غلطت بالخاص، وكان جواني قفل الفيديو مالته على عبود العمري الله يرحمه، ولكن هو ما سوى هذا الشيء وطلع حكى عليه بالخاص، فليش هو ما سوى نفس الشيء يا احمد ابو الرب؟ قاعد تلوم حاني غيث مروان اللي هو ليش ما طلع وقال لك بالخاص، فكان المفروض انت نفس الشيء تسويه بالسابق. على كل بس والله حبايبنا وصلت المقطع، كان يوكو فيت زي ما قالت من القصص، انتظروا مقطع اليوم بالليل حيطلع بوجهي، ومع السلامه.